write a program that asks the user to enter two integers زي كده, obtain them from the user, then prints the larger number followed by the words is larger. يعني ال 11 اكبر يبقى 11 is larger, لو كانت دي 19 يبقى 19 is larger. بيقول if the numbers are equal print the message these numbers are equal زي كده. عندنا رقمين بس مفيش غيرهم, يبقى عرف x مثلا و y, وهنا في return 0. شكرا القلم الأحمر. نقرأ من اليوزر, نقول له print f enter two integers نقطتين ومسافة عشان المسافة بينهم. سكان اف, نقرأ رقمين الاتنين انتجر, واحد على عنوان الاكس والتاني على عنوان الواي. عندنا احتمالية ان الاكس تكون اكبر من الواي او العكس, الواي اكبر من الاكس او متساويين. لو الاكس اكبر من الواي هنقول له برنت اف برسنتج دي اللي هو يعني القيمة اللي هتطبع هنا is larger نقطة الموجودة و slash n واطبع الاكس. مش معنى الاكس لان الاكس اكبر من الواي. else هل اطبع بقى الواي اكبر؟ لا, احتمال يكونوا متساويين. لسه في اف تانية, عندنا ثلاث حالات, واي اكبر من الاكس هنقول له برنت اف برضو برسنتج دي is larger ولكن المرة دي واي. طب وإلا؟ وإلا بقى الاتنين متساويين. these numbers are equal يبقى print f these numbers are نفس الشيء طبعا دبل كوتس و قفلنا القوس وادي النقطة. يبقى كده خلصنا البرنامج.